سكينة المؤمن من مدينة فاس، جذور فاسية. جيت لتمارا وبديت هذا المشروع ديالي، وكانت بداية موفقة. ألوغ 2021 بديت واحد الكوليكسيون زوينة بزاف اللي ركزت فيها على القفاطن بالخصوص، ودرت ما هو تقليدي ما هو عصري. درت شوية ديال الطرز، لأن ولينا كنرجعوا كاع لداكشي اللي كان شحال هادي، الطرز، الخراط في الجناب، أتواب لاسوا، كاع داكشي اللي كنرجعنا ليه. كانت بازا بالخصوص على الألوان فلاشي، كيعجبوني الألوان، أنا كنبغي الألوان اللي كتكون باينة، اللي كتحط فيها يديك تطلع. بالنسبة لهاد لاتوني، يعني هو لون صعيب شوية، كما كتشوفوا لون صعيب باش تخرج الالوان ديالو ويطلع بحال هكا، يعني خاصو شويه ديال الابداع. خدمته بالبرونز، دي بيرل اون برونز، دي شواروفسكي، وحاولت ندخل عليه لو فيغ اي لو بوردو باش يطلع لنا شويه هذيك لا كولور، وخدمتها في صاله مخزنيه. يعني كما كيبان لكم صاله مخزنيه بلديه روميه، وي بيان سور 100% ماريي avec les accessoires bien sûr c'est 100% marié. القفطان المغربي هو سفير، كنقولوا له سفير القفطان، يعني القفطان فين ما مشى العالم كامل كنفتخروا به، وكنهزوا الدرابو المغربي، وكيبقى القفطان المغربي تاج فوق راسنا. اول تظاهره ليا هي كانت في بروكسل، كانت في بلجيكا في بروكسل. الناس الجاليه فرحوا معانا، عجبهم الحال، عجبهم القفطان المغربي. من تما مشيت لميلانو، ميلانو لباري، لاسبان، مهم كانوا تظاهرات بزاف. ابتسام تيسكت، محمد ريفي، مراد بوريقي، نادية العروسي، كانوا عندي اسماء بزاف. سعد المجرد هو الفنان اللي كنقول دابا بغيت نلبسو، هو سعد المجرد. وي بالنسبه لهاد لا توني حتى هي خدمتها كريب دو سوا كولور فلاشي، درت لها هاد لورانج فلاشي، ودخلت معاها لو فيغ في البيرلاج و افيك البرونز، حيت البرونز تري تري طوندونس، وغشيتها من الداخل بلو فيغ باش يعطي الغوفلي للتنبات. و حتى هي 100% ماريي، واللي بغات تفرح براسها بوركوا با حتى هي تلبسها ماريي او سون ماريي. هاد القطعه هادي حبيتها بزاف، وجاتني قريبه على قلبي بزاف، فيها دي كولور باستيل اي فلاشي، وهي تراث مغربي 100%. وخديتها من تراث فاسي، طلامط فاسيين، كتدخل ديور ديال فاس ما يمكنش ما تلقاش الخريب والبهجه، يعني امبوسيبل. وخديت هاد الطرزه هزيتها منها وبدعتها في هاد القطعه هادي بسفيفه بلديه مغشيه 100% تراديسيونيل، وتقدر تلبسها انفيتي اي ماري. اخر توني نوار، درتها بالبرونز ودخلت فيها البيرلاج، وكما شفتوا لو نوار مالك الالوان، كيجي مع كاع لي طاي، مع كاع لي كولور، تيبقى هو توب توب توب. حاولت ندخل فيه الفير البوردو، وخدمته بسفيفه برونز. هذه تقدر نصنفوها توني بور لي زانفيتي، يقدر يلبسها لي زانفيتي ويلبسوها كاع لي طاي، يعني كيبقى غليظ ضعيف طويل قصير، لو نوار تيمشي مع كاع الفئات. هي حتى حاجه ما سهله، البدايه راه ما كانتش سهله، ضروري كانوا صعوبات، ولكن الحمد لله فضل الله، فضل الناس، ثقوا فينا، حبونا. ما ننساش الناس ديال تمارا بالخصوص، كنأكد على الناس ديال تمارا، كنفضلهم كبير عليا بزاف بزاف بزاف. والحمد لله مشيت في المسيره ديالي، حاولت نجيب لهم حويجات ديال فاس، ثقوا فيا، درتهم لهم، عجبهم الحال. المهم كنحاول نبدع، جبت شي حويجات ديالنا وشي حويجات ديالهم، هكا وهكا حتى الحمد لله ربي وفقني في المسيره ديالي. تقبلوا ديك الاختي انا بغيت هادشي ضربه؟ وقعت لي ماشي نوبه ماشي جوج، ولكن كتحاول بالفكره ديالك وبالهضره ديالك توصل لها داكشي اللي خدمتيه لها باش تثق فيك، وباش تلبسها وهي فرحانه. وداكشي اللي كان الحمد لله كنديروا جهدنا والكمال وعلى الله. كنشكر بزاف مجله سلطانه اللي هي كتهتم بزاف بجمال المرأة بما يخص المرأة المغربية والعربية، وكنتمنى لها المزيد من النجاح والتألق إن شاء الله. وكانت معكم سكينة المؤمن، ستيليست مصممة أزياء.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.